الرئيس السيسي يهني الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد. السلطات العراقية تغلق جسري الجمهورية والسنك المؤديان إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. زيلينسكي يتفقد مرفأ في أوكرانيا للإشراف على تحميل أول شحنة حبوب إلى الخارج. تحياتي مشاهدينا الكرام، نشرة مفصلة لأهم وآخر الأنباء. تقدم الرئيس السيسي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعل له عام خير ويمن وبركات على الجميع. كان الرئيس قد تبادل برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعرب فيها عن أخلص أمنياته بهذه الذكرى، وهنأ أيضا أبناء الجالية الإسلامية من المصريين في الخارج بالعام الهجري الجديد. نظمت كلية الدفاع الجوي مؤتمرها العلمي الثاني بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الأسكندرية، والذي عقد على مدار أيام. يأتي هذا في إطار حرص القيادة العامة على تطوير العملية التعليمية وإثراء المستوى العلمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس وطلبت الكليات والمعاهد العسكرية. أعلنت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، وأوضحت الداخلية أنه تم التصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 من أغسطس مقبل، على ألا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم لنزلاء مراكز الإصلاح ولدعمهم نفسيا ومشاركة ذويهم في مختلف المناسبات. من ناحية أخرى، تواصل الداخلية الحملات اليومية لمتابعة أسعار السلع وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. قام أسر أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة بزيارة للهيئة العربية للتصنيع. شملت الزيارة التعرف على المنتجات والمقومات التكنولوجية والصناعية التي تتميز بها الهيئة باعتبارها إحدى قلاع الصناعة المصرية. تخليدا لتضحيات وبطولات شهداء القوات المسلحة والشرطة البواسل في الدفاع عن أمن الوطن وتقديرا وعرفانا لأسرهم، استقبلت الهيئة العربية للتصنيع أسر وأبناء الشهداء في زيارة تفقدية لمصانع الهيئة والتعرف على الإنجازات الاقتصادية والتنموية، حيث بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول دور الهيئة العربية للتصنيع في دعم الصناعة المصرية. شرفونا النهاردة وشافوا المنتجات، مصنع الإلكترونيات ومن المنتجات المدنية، الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربية، وكانوا فخورين جدا إن شافوا منتج محلي ينافس المنتج المستورد، وطبعا بيوفر العملة البلد، وفعلا فعلا يعني هم كانوا تفاجئوا بالكم الإمكانيات اللي موجودة في المصنع، وإحنا يعني سعيدين جدا بزيارتهم، وإحنا مهما عملنا مش هنقدر نوفيهم حقهم.
أبناء وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قاموا بتفقد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع ومصنع الإلكترونيات عبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تهدف إلى التعرف على المقومات التكنولوجية والصناعية للهيئة العربية للتصنيع وتصنيع المنتجات المصرية. سعداء جدا بالدعوة بتاعت الهيئة العربية للتصنيع، وان احنا نشوف كل حاجة على الطبيعة، دي حاجة طبعا عمرها ما حصلت، كل حاجة جميلة، واحنا بنستكشف المكان وان شاء الله تبقى في زيارات تانية اخرى. ان انا اشوف حاجة حلوة مصر بتعملها وحاجة تكنولوجي، ان احنا نتقدم وان احنا ما نبقاش عايزين بلد تانية تبقى، احنا عايزين نبقى زيها، هم اللي يبقوا عايزين يبقوا زينا. بلس ان انا اصلا مبسوطة ان انا اتعرفت على حاجات ما كنتش عارفاها زي الدبابات، او انا عارفاها بس لو كنت عايزه اعرف تفاصيلها وكده، فدي حاجه كويسه بالنسبه لي وحاجه هتفيدني، يعني مش حاجه خلاص. اكتشفت ان احنا بنعمل حاجات اول مره، يعني بصراحه اعرف ان احنا بنعملها، يعني ما شاء الله صواريخ وبوابات الكترونيه وكاميرات مراقبه وشاشات وانظمه امنيه ومدرعات، يعني احنا اول مره نتعرف على الحاجات دي، ودي اول مره بصراحه زياره لينا. يعني شفت الصرح الكبير دوت، حاجه فخر لمصر، فخر للعالم كله بصراحه. وكون ان هو الهيئه العربيه للتصنيع دلوقتي بقت مصريه، بس دي حاجه فخر لنا كلنا، واحنا كاسر شهداء احنا فخورين بيها، يعني وعلى راسنا وتاج على راسنا. الهيئة العربية للتصنيع تمتلك عددا من المصانع التي تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، والمعدات والأجهزة الكهربائية عالية الجودة بسواعد مصرية خالصة. تأتي زيارة أبناء وأسر القوات المسلحة والشرطة للهيئة العربية للتصنيع قاطرة الصناعة المصرية، احتفاء بتضحياتهم والتي سطرها الأبطال البواسل في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن، وضربوا أروع الأمثال في الفداء والعطاء ليمثلوا رمزا للفخر والتضحية لمصرنا الغالية. من داخل مقر الهيئة العربية للتصنيع، أحمد ممدوح، أني. تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس حتى نهاية أغسطس من منافذ أمان لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وبما يسهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر أغسطس. أول ما وزارة الداخلية طلبت مننا إن احنا نمد المبادرة شهر كمان، بالفعل احنا لبينا الطلب في الإطار اللي بتعمله وزارة الداخلية لضبط الأسواق وتوفير السلع علينا، ونقدر نوفر الكميات والخصومات التي تصل إلى 60%. الحمد لله كل السلع الاستراتيجية متوفرة عندنا، زيوت، سكر، مكرونات، رز، صلصات، لحوم، كل دي الاسعار موجوده بسعر اوفر بكتير من بره. هي حاجه كويسه ان هو مدال شهر 8، واحنا فرحانين ان هنا حاجه كويسه ومنظمه على طول، ودايما هم على طول في تخفيضات، ويا ريت على طول دايما وكده. بلاقي حاجتي كلها موجوده، ما بروحش هنا ولا هنا، وارخص من اللي بره. تتوفر السلع باسعار مخفضه بفروع السلاسل التجاريه المشاركه في المبادره، والتي تصل الى 1002 فرع على مستوى الجمهوريه. تتراوح نسب التخفيض من 25 الى 60%. بالإضافة إلى توفر السلع بعدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وكلها موضحة بالأسماء والعناوين على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت للتيسير على المواطنين في الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار. احنا بنتعاون مع وزارة الداخلية إن احنا نوصل السعر الحقيقي للمستهلك بدون غلاء غير مبرر لحالات الوسيطة العالية. مدينا المبادرة لآخر شهر 8 إن شاء الله، وعلى استعداد التكمله معاهم، لان احنا بادئين من بدايه المبادره، واحنا في انطلاقه المبادره واحنا موجودين معاهم. عندنا عروض كامله جدا على السلع الاستراتيجيه، مع العلم ان مثلا ان في ازمه عالميه، لكن الحمد لله في دعم من وزاره الداخليه معانا. الحمد لله الاسعار كويسه ومتوفره، والحاجه كويسه جدا، واحنا دايما بنيجي الاماكن ديت لان فيها
فرق كبير بيننا وبينها وبين الاسعار بره. والله المبادره انا شايف فيها حاجه كويسه جدا، الاسعار مناسبه وبتغطي السوق اللي بره، مخليه الاسعار، حاسس ان الاسعار احسن من السوق اللي بره بكتير. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية تواصل بدورها توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية حتى نهاية العام الحالي، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 التي أطلقتها وزارة الداخلية في ظل متغيرات دولية وإقليمية انعكست على الحالة الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات المختلفة، أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة وبسلع تتسم بجودة عالية. توفر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة بها وكافة المنافذ المشاركة في هذه المبادرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. بمشاركة مجموعة من الأطباء المتخصصين في مجال جراحة العمود الفقري، تم الإعلان عن أحدث البروتوكولات العلاجية للقضاء على آلام الظهر وأثناء وبعد التدخلات الجراحية. بهدف العمل على تقليل الآلام قبل وأثناء وبعد التدخلات الجراحية لمصابي العظام، وبخاصة إصابة الملاعب والهشاشة والأمراض المزمنة كالروماتيزم، تم الإعلان عن أحدث البروتوكولات العلاجية لتخفيف آلام العظام خلال احتفاليات الجمعية المصرية للعظام. العمليات الجراحية بتاعتنا مثلا عمليات التطويل، إصلاح التشوهات، إزاي نطول الشخص، إزاي نصلح العيوب الخلقية، الكسور المتفتتة، الكسور غير الملتحمة. كل الناس متخيلة إن بعد هذه العمليات لابد إن يكون في ألم شديد وإن المطلوب من المريض إنه يتحمل هذا الألم. الكلام ده مش صحيح. دلوقتي ممكن السيطرة على الألم بالطرق الحديثة والمركبات الحديثة من الأدوية. ودلوقتي الكلام على حاجة اسمها مالتي مودل أنالجيزيا. مالتي مودل أنالجيزيا ده يعني إن أنا أستخدم كذا أسلوب لعلاج الألم، بحيث إنه تجميع هذه الأساليب تدينا علاج أفضل للألم. يعني أنا في بعد العمليات الجراحية ممكن أدي نوع من الأدوية المخدرة، وممكن أدي معها أدوية اللي هي المسكنة العادية، وممكن في أثناء العملية أو بعد العملية نعمل تخدير للعصب المغذي للمنطقة دي. كل ده بيساعد إن المريض ما يتألمش. البروتوكولات العلاجية الجديدة ستحدث طفرة نوعية في نجاح التدخلات الجراحية الدقيقة لمرضى العظام بدون آلام ومضاعفات، بما يسهم في تقليل فترة تواجد المرضى بالمستشفيات. فعالية أعلى وأعراض جانبية أقل، فده أنت كده بتقوي كومبلاينس أكتر كمان للمريض. يعني إيه؟ يعني ملائمة للمريض إن هو ياخد الدواء بتاعه بدون ما يبقى عنده أثار جانبية كتير، وبفعالية سريعة فيقدر إن هو يعود لحياته الطبيعية والعمله سريعا. آمن ان هو متصنع بطريقه بحيث انها ما تاثرش على اللي هي اعضاء الجسم نفسه، وفي نفس الوقت برضو ما لهاش اي تاثيرات او بتاثيراتها اقل كتير من اللي هي ادويه العظام اللي كانت موجوده. بروتوكولات علاجيه مستحدثه كشف عنها الاطباء لتخفيف الام التدخلات الجراحيه لمصابي العظام التي قد تنتهي مع معاناتهم من الام المرض. محمد حلمي، النيل. أغلقت السلطات العراقية اليوم جسري الجمهورية والسانك في بغداد المؤديان إلى المنطقة الخضراء. يأتي هذا في إطار الإجراءات التي تقوم بها قوات الأمن العراقية لإغلاق مداخل المنطقة والتي تقع وسط بغداد بالحواجز الخرسانية، فيما أفادت مصادر حزبية بوجود دعوات للتظاهر السبت. كان مئات المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري قد اقتحموا مبنى البرلمان
في المنطقة الخضراء المحصنة احتجاجا على اختيار الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة. متابع أكثر بينضم إلي دكتور مختار غباشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور مختار أهلا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهديك، تحياتي. أهلا بحضرتك. ومحمد شياع السوداني لا يوجد عليه خلاف حتى هذه، لا يوجد عليه اتفاق كبير حتى هذه اللحظة، ومظاهرات واقتحام لمبنى البرلمان، حكومة بلا رئيس. كيف ترى أو كيف تتوجه، إلى أين تتجه الأوضاع في الداخل العراقي؟ يعني بالتأكيد تتجه الأوضاع إلى الداخل العراقي إلى مزيد من التوتر. صعب جدا أن يمر منصب رئيس الوزراء في الداخل العراقي دون أن يكون هناك موافقة ضمنية من مقتدى الصدر، تحديدا هو صاحب الكتلة الأكبر في داخل البرلمان. صحيح انسحب منه، لكن ما زالت له أرضية كبيرة جدا في الشارع، وهو تقريبا الوحيد من بين الكوادر السياسية الموجودة في الداخل العراقي اللي قادر على عملية حشد شعبي في الشارع تكاد تكون مؤثرة في مسألة ذهاب حكومة أو الحفاظ على حكومة. فانسحاب مقتدى الصدر لإعطاء الفرصة للإطار التنسيقي لمزيد من التنسيق لمسألة منصب رئيس الوزراء، هو رأى أنه إتيان محمد شياع السوداني، هو صحيح وزير سابق في حكومة حيدر العبادي ووزير صناعة سابق وكان وزير التجارة بالوكالة ومحافظ لميسان، لكن رجل إلى حد كبير جدا متعصب لميليشيات الحشد الشعبي، وله في ذكرى السمنة لتأسيس الحشد الشعبي يعني كلام كبير جدا أنه صمام أمان لحفظ سيادة الوطن، وأنه زراع المعزز للقوات الأمنية وغيره، وإلى حد كبير جدا ولاؤه لإيران معلوم ومعروف. ولكن فكرة يعني هذا هو بيت الداء في العراق، وهو عدم الاتفاق على الشخصيات. يعني دائما ما يكون هناك ميل تجاه جانب معين أو تيار معين، أو أن هذا الشخص يعني فكرة الوصول لشخص عليه توافق هو شيء صعب جدا. لا، هو المسألة مش شيء صعب، هي الفكرة كلها مدى قناعة. أصل هي القضية داخل العراق هي قدرة وتحكم ميليشيات الحشد الشعبي في ميليشيات الواقع السياسي الموجود في الداخل العراقي، هو ده أصل الأزمة. تمام. يعني فأصل الأزمة دي يخليكي إنك أنت مع الميليشيات نفسها أو قادة الميليشيات، هادي العمري أو غيره من مثل هذه الشخصيات، ما عندهمش قناعة بأن يمرر منصب رئيس الوزراء دون موافقة أصيلة منهم، وهذا هو لب الخلاف ما بينهم وما بين مقتدى الصدر. مقتدى الصدر حصل على 73 مقعد في داخل البرلمان العراقي، طرح مجموعة من الأسماء ما حصلش توافق عليها، الراجل قال أنا هخرج بره هذا المشهد، بس هاتوا الشخص المناسب اللي نستطيع أن نحتكم إليه بعيدا عن ولائه لميليشيات الحشد الشعبي او ولائه لايران. هذا هو الموضوع، انه فكره انه حتى اذا اتى هذا الشخص اللي وافق عليه التيار الصدري لن يوافق عليه الحشد الشعبي، يعني ستظل دائما، يعني عندما اتى الرئيس الوزراء السابق لم يعطى الفرصه الحقيقيه للاصلاح والتعامل، بالرغم انه كان عنده يعني امال وقدره على العمل على الارض. لا، خلينا اقول لك، مصطفى القازمي هو اتى بتوافق من الطائفه الشيعيه تحديدا. تمام. لكن خلافه في هذا النطاق انه مصطفى القازمي حب ياخذ المشهد العراقي بشكل استقلالي. بالزبط. يعني بعيدا عن ضغوط ميليشيات الحشد الشعبي وبعيدا عن ولائه للطائفه الشيعيه، لكن حب ياخذ شكل الحياديه، وهذا الامر اغضب هذه الميليشيات، وشفنا كيف تعدت على منزله. بالزبط. بعد إجراء الانتخابات الرئاسية البرلمانية في الداخل العراقي، وكيف تعدت على منزل محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي. بين المشهد في الداخل العراقي أنا متصور مشهد ليس سهلا، وهو أزمة تكاد تذكرك بأزمة المشهد في الداخل اللبناني. إذا احتكمت الدولة إلى الطائفية وإلى نظام المحصصة،
اختلفت الطائفة نفسها، لأنه مشهد العراق مش خلاف بين طائفة شيعة وسنة أو بين شيعة وأكراد، ده هو الخلاف بين الطائفة الشيعية ذاتها، بين كوادرها المتشددة وبين كوادرها صاحبة الولاء للوطن وصاحبة الولاء للشعب العراقي. أشكرك شكر جزيل دكتور مختار غباشي أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية. قال العضو البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن عمرو البيض إن من المرجح أن توافق الأطراف المتحاربة في البلاد على تمديد الهدنة والتي تنتهي الثلاثاء القادم، معربا عن أمله في أن تكون أطول من التمديد الماضي لشهرين. وأضاف البيض أن هجمات جماعة الحوثي استمرت رغم الهدنة، مما يشير إلى أنها تحاول تعزيز المواقع على الخطوط الأمامية، لافتا إلى أن جميع الأطراف تستعد بحذر لقتال جديد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة اثنين في قرية المغير شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأضافت أن الشاب استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها من جنود الاحتلال الإسرائيلي في الصدر، واندلعت مصادمات عقب قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وهيئة مقاومة الجدار رفضا لاعتداءات المستوطنين. وكان المستوطنون يهاجمون قرية المغير بشكل متواصل بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضيها. أشرف أبو الهول بينضم إلي مدير تحرير الأهرام، تحياتي ليك أستاذ أشرف. الأوضاع لا تزال مشتعلة في الداخل الفلسطيني والهجمات المستمرة والاستفزازات إذا جاز لنا القول، ولكنها أكبر من الاستفزازات بكثير من قبل المستوطنين. هل هذه المناوشات أو المواجهات موجودة للتعامل مع الداخل الإسرائيلي أو لصرف النظر عن ما يحدث في الداخل الإسرائيلي أم هو المعتاد؟ بالتأكيد يعني ما يحدث هو المعتاد. إسرائيل الآن يعني يحكمها يحكم، وهذا هو أسلوب اليمين مع الفلسطينيين، يوميا يكاد يمر بدون أداء، بدون اقتحامات، بدون اقتحام أو محاولة اقتحام للمسجد الأقصى المقدس، محاولة فرض أمر جديد في القدس الشرقية والأقصى. وجريمة اليوم بقتل يعني فتى لا يزيد عن 16 عاما هو يعني وحيد والديه تثير غضب شديد جدا في الشارع الفلسطيني، ولكن للأسف الشديد العالم الخارجي لا يشعر ولا يتعاطف ولا توجد أي ردود فعل. كل يوم يعني يبدو ان العالم انشغل تماما بالحرب الاوكرانيه الروسيه، كل يوم تحدث عمليات يعني قتل واستفزاز يعني الاستغلال لانشغال العالم بكل التفاصيل الكثيره التي تحدث. اسرائيل بتحسن استغلال واحسن استغلال. بالتاكيد يعني اسرائيل دائما يعني تكسب الوقت، تكسب الوقت سواء بإلهاء الفلسطينيين في أمور داخلية الانقسام أو استغلال الأوضاع الدولية، استغلال الصراعات الدولية، استغلال التعاطف الغرب وتعاطف الغرب مع لأسباب لا علاقة للعرب بها وعلاقة للفلسطينيين بها. وكل يوم يمر هو في صالح إسرائيل، في صالح مزيد من الاستيطان، في صالح مزيد من ذهب الأراضي، في صالح مزيد من تغيير حقية الأراضي الفلسطينية في الغربية والقدس بشكل خاص. تمام، أشكرك شكر جزيل على التواجد معنا. شكرا عفوا لضيق الوقت أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. في ختام مباحثاتهما في باريس أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي ماكرون ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.
في بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضيفه الزائر أن بلديهما سيعملان على التخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا على مختلف دول العالم، خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة. ماكرون وبن سلمان أكدا ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية وتعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين والالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغيير المناخي واتفاقية باريس. كما أكد ماكرون وولي العهد السعودي على أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين النظيف، مؤكدين أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم وعدم انقطاعها. وخلال المباحثات أكد ماكرون على أهمية استمرار التنسيق الذي بدأ مع السعودية في إطار تنويع مصادر الطاقة في الدول الأوروبية. وجاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس بعد أسبوعين من محادثات أجراها في السعودية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويحرص الغرب على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع عملاق النفط الخليجي في إطار سعيه لمواجهة النفوذ الإقليمي المتزايد لإيران وروسيا والصين. وتتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادر الطاقة في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي أسفر عن خفض موسكو لإمدادات الغاز إلى أوروبا. تفقد رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرفأ تشيرنوموسك في أوكرانيا للاطلاع على تحميل أول شحنة من الحبوب على سفينة تركية بغرض تصديرها في أعقاب اتفاق مع روسيا برعاية أممية وتركية. ويهدف الاتفاق للسماح بعبور آمن لشحنات الحبوب من وإلى الموانئ الأوكرانية التي تحاصرها روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. نفت كييف أن تكون القوات قد قصفت سجنا يعتقل فيه أسرى حرب عقب إعلان موسكو أن هجوما على السجن الواقع في مناطق يسيطر عليها الانفصاليون خلف 47 قتيلا وعشرات الجرحى. في تطور جديد للأوضاع في أوكرانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن كييف قصفت سجنا في دونيتسك بصواريخ هيمارس مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى. كما أعلنت الإدارة المعينة من روسيا في مقاطعة زابوروجيا جنوب أوكرانيا إحباط هجوم بالطائرات المسيرة شنته قوات كييف على مواقع في مدينة ميليتوبول جنوب المقاطعة، حيث أفاد المجلس العام لإدارة زابوروجيا بأن المقاتلين الأوكرانيين حاولوا شن هجوم على البنية التحتية لمدينة ميليتوبول في الليل بطائرات مسيرة، مضيفا أن نظام الدفاع الجوي تمكن من صد الهجوم. وفي سياق متصل، حذر رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي أن من وصفهم بالمتشددين الأوكرانيين يخططون لتفجير سد في مدينة أرتيموفسك في دونيتسك وإلقاء اللوم على القوات الروسية، مضيفا أن الانفجار قد يؤدي إلى إغراق المناطق السكنية التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 35,000 شخص. في المقابل، أعلنت كييف سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات روسية استهدفت منطقة دونيتسك، فيما أعلن عمدة خاركيف بأن القوات الروسية استهدفت منطقة سكنية في المدينة بقصف صاروخي دون أن يسفر عن سقوط ضحايا. من جانبها، قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير مخابراتي إنه من المحتمل أن تكون مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة قد تم تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، وربما يكون ذلك بسبب النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المنشآت القتالية. يأتي هذا فيما تواصل القوات الروسية قصف مدينة خاركييف شمال شرق أوكرانيا في مسعى من جانبها للسيطرة على ثاني أكبر المقاطعات الأوكرانية وأكبر مركز صناعي في البلاد.
وابل من الصواريخ تتعرض له مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا في مسعى جديد من قبل موسكو لتحقيق انتصار معنوي في بداية المرحلة الثالثة من العملية العسكرية بالسيطرة على ثاني أكبر المقاطعات الأوكرانية وأكبر مركز صناعي بالبلاد. وعلى مدى 5 أشهر مرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمرحلتين، تمثلت الأولى في محاولة موسكو السيطرة على العاصمة كييف وبعض مدن الشمال، غير أنها لم تفلح في ذلك. ومن ثم كانت المرحلة الأخرى التي ركزت خلالها جهودها على الشرق وحققت فيها نجاحات كبيرة، كان أبرزها السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك منتصف الشهر الجاري. خاركيف ثاني أكبر المقاطعات في أوكرانيا من حيث المساحة، يتحدث معظم سكانها باللغة الروسية، وتقع على مسافة عشرات الكيلومترات من الحدود مع روسيا، وهي على خط المواجهة منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، وكانت مسرحا لعمليات قصف ومعارك مكثفة، ووصل الجيش الروسي إلى قلبها قبل أن يتمكن الأوكرانيون من السيطرة عليها لاحقا بعد معارك ضارية. وقصف خاركيف له حصة شبه يومية في محاولة لتدميرها تماما، خاصة بعد فشل عمليات الاقتحام المباشر، وتريد روسيا تدمير أكبر مركز صناعي بأوكرانيا وخنق اقتصادها. وتمثل خاركيف أيضا رمزية مهمة لروسيا، كونها كانت إحدى أهم القلاع الصناعية العسكرية للاتحاد السوفيتي السابق، وستمثل السيطرة عليها نصرا معنويا كبيرا مع بداية المرحلة الثالثة من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وتسمى خاركيف بمدينة اللهب لضمها أكثر من 300 مشروع صناعي، إذ تعد معقلا للصناعات العسكرية الأوكرانية بما فيها الدبابات والعربات المدرعة وشركات الصناعات المرتبطة بالفضاء ومحطات الطاقة النووية والطائرات العملاقة. متواصلون وبعد فاصل. وزير الدفاع البريطاني يعلن تأييده لتراس في السباق على رئاسة الوزراء خلفا لجونسون. أخبار الاقتصاد هي القادمة، وزميلي محمد سليمان، إليك محمد. شكرا لك شيرين. أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة وتتابعونا فيها. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل الفيتنامية يبحثان التعاون في مجالات الملاحة وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية. أهلا بكم. نظمت السفارة المصرية في فيتنام ندوة افتراضية بين وفد من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد من وزارة النقل الفيتنامية. تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات المتصلة بالنقل والملاحة البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية. كما استعرض وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المعلومات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية وما توفره من فرص وحوافز استثمارية. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة عليها. تأتي تلك الخطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة في المحافظات وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات من أجل الاستفادة منها في إقامة أسواق مطورة ومعارض لتوفير مختلف السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار بأن جهاز تنمية العاشر من رمضان سيبدأ الأحد السابع من أغسطس وحتى الثالث من يناير المقبل في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بعدد من الأحياء وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 37 بالمدينة، وذلك وفقا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة. وأضاف الجزار أن على الحاجزين التوجه إلى الإدارات المختصة بجهاز مدينة العاشر من رمضان في المواعيد المقررة ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية والمستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام. توقعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني أن تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 بعد الموافقة على الدستور الجديد.
وتوقعت الوكالة أن تتناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا من 8.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022 وانخفاض قيمة الدينار إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ارتفع عجز التجارة الخارجية في تركيا بنسبة 184.5% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 8.2 مليار دولار في يونيو مع ارتفاع الواردات بنسبة 39.7%. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الواردات بلغت نحو 31.6 مليار دولار، بينما زادت الصادرات بنسبة 18.7% لتصل إلى 23.43 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن العجز في النصف الأول من العام ارتفع بنسبة 142.7% ليصل إلى 51.4 مليار دولار. عادت فرنسا إلى تسجيل نمو بين أبريل ويونيو بعد تراجع بلغ نسبة 2% في الربع الأول من السنة مع تحسن إجمالي للناتج المحلي بنسبة 5% في الفصل الثاني. ويعود الأداء الجيد للاقتصاد الفرنسي إلى مساهمة إيجابية للتجارة الخارجية في النمو وتراجع أقل في استهلاك الأسر مقارنة بالربع الأول. وتظهر التقديرات الأولية أن الواردات تراجعت بنسبة 6% في الربع الثاني، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 8%. قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش أن سلطات بلاده اضطرت بسبب الأزمة العالمية وتأثيرها على إمدادات الطاقة والغذاء للدخول في حالة من الطوارئ بدءا من أول أغسطس المقبل وحتى 31 من مارس. وأضاف فوتيتش أن ميزانية بلاده تنزف لكي تتمكن من تغطية النفقات الإضافية في مجال توفير الطاقة وفي المجال الاجتماعي وغيره. وأوضح رئيس صربيا أن بلاده تتلقى الغاز بموجب عقد جديد مدته 3 سنوات مع شركة غاز بروم الروسية بسعر يتراوح ما بين 350 و370 دولار لكل 1000 متر مكعب. قالت وزارة الطاقة السعودية إن وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان التقى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في الرياض. وفي اجتماعهما الذي يأتي قبيل اجتماع أوبك بلس المرتقب في 3 أغسطس المقبل ناقش الجانبان مستجدات أعمال لجنة السعودية الروسية المشتركة وبحث فرص التعاون بين البلدين. وفي أسواق النفط العالمية استقرت الأسعار عند مستوى مرتفع مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل أوبك بلس. قللت المخاوف من الركود من المكاسب. وزادت العقود الأجل الخام الأمريكي 38 سنت إلى 96.80 دولار للبرميل، بينما استقرت العقود الأجل لخام الكاس الأوروبي مزيك برنت عند 107.4 دولار للبرميل. هذا وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في 3 أغسطس المقبل عاملا مهما في السوق. انتهت أخبارنا الاقتصادية وعودة إلى الزميلة شيرين الكوشير لاستكمال البانوراما. تفضلي شيرين. محمد أشكرك. أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس تأييده لوزيرة الخارجية ليز تراس في السباق على رئاسة الوزراء، وذلك في دفعة جديدة للوزيرة التي يتوقع أن تهزم منافسها ريتشي سونك. وقال والاس، والذي يعتبر أحد أكثر أعضاء الحكومة شعبية والذي كان يعد المرشح الأوفر حظا ليحل محل بوريس جونسون قبل أن يخرج نفسه من السباق، إن تراس جديرة بالثقة صريحة يمكنها أداء المهمة من اليوم الأول. أعلنت وزارة الصحة الفلبينية عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة، وأضافت أن المصابة فلبيني يبلغ من العمر 31 عام وصل إلى البلاد من رحلة خارجية في 19 يوليو، وأشار إلى أنه سافر مسبقا إلى دول بها حالات موثقة لجدري القردة، وأشارت إلى أن هذا الشخص يخضع حاليا لعزل ومراقبة صارمة في منزله، موضحا أنه تم تحديد 10 مخالطين من بينهم 3 من أسرته ويخضعون للحجر الصحي. مستمرون بعد فاصل.
تحت عنوان الشرق يقابل الغرب انطلاق حفل فني لمختارات من عروض الأوبرا المصرية والعالمية على مسرح النافورة. حفل فني لمختارات من عروض الأوبرا الكلاسيكية والأعمال الغنائية المصرية وذلك بدار الأوبرا تحت عنوان الشرق يقابل الغرب. تحت عنوان الشرق يقابل الغرب قدم كورال أوبرا القاهرة بمشاركة نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة حفلا فنيا على مسرح الجمهورية من إخراج مهدي السيد. قصدنا أننا نختار برنامج متنوع ما بين أعمال عالمية وما بين أعمال مصرية زي جبل سلامة زي سيد درويش، بحيث يبقى في تنوع في البرنامج ان احنا نرضي كل الاذواق اللي موجوده. كان في فرص ان احنا نقدم حاجات كفنانين سوليستات من وسط الكورال، فالحمد لله الميكس بين العربي وبين الغربي، فان شاء الله ايست ميتس ويست زي ما التايتل بتاع الحفله بيقول ايست ميتس ويست، فان شاء الله يعجب الجمهور اللي موجود وحاضر معانا النهارده. تضمن برنامج الحفلة مختارات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية والأعمال الغنائية المصرية والعالمية. شاركين مثلا في أمينو، في The Conquest of Paradise، عندنا كمان لا ترافاتوري، أجزاء طبعا من أوبرا لا تريفياتا، عندنا مجموعة حلوة جدا أو قوية جدا كمان. كمان عندنا الشرقي إسلامية مصر محمد رسول الله وحاجات كده كتيرة، في الكوكتيل نفسه هيبقى إن شاء الله ممتع بإذن الله. التقاء الشرق بالغرب هي عبارة عن طبعا باين من اسمها إن هي هيبقى فيه أغاني شرقية وأغاني كمان يعني وطنية ودينية، وفي أغاني غربية معروفة مسموعة عند الجمهور وأغاني أوبرالي. يذكر أن كورال أوبرا القاهرة تأسس في عام 1956 وكان يضم 80 مغنيا وقدم الكثير من الأعمال الغنائية خلال المواسم الفنية لدار الأوبرا المصرية، كما شارك في العديد من الحفلات السيمفونية في مختلف دول العالم. ما بين الأعمال الفنية الشرقية والغربية والعالمية ووسط إقبال جماهيري كبير، اشتعل مسرح الجمهورية بالحفل الفني الذي قدمته فرقة كورال أوبرا القاهرة والذي حمل عنوان الشرق يقابل الغرب. من داخل مسرح الجمهورية أمل صبري، النيل. الختام لهذه النشرة مشاهدينا الكرام، دائما تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد. السلطات العراقية تغلق جسري الجمهورية والسنك المؤديان إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد. زيلينسكي يتفقد مرفأ تشونومورسك في أوكرانيا للإشراف على تحميل أول شحنة حبوب إلى الخارج. هذه النشرة انتهت، شكرا للمتابعة، في أمان الله.